بص يا معلم، لو بتدور على معلومات لرحلتك الجاية لتركيا انت جيت المكان الصح. انا اسمي احمد وعشت في اسطنبول كذا شهر، لفيت فيها كل مكان. هي واكتر مدينة مفضلة ليا ترابزون. النهاردة هقولك على افضل برنامج تعمله لو ناوي تروح تركيا 9 ايام. اول يوم هتوصل فيه خد طيارة داخلي من اسطنبول لترابزون. هتوصل ترابزون وتروح على الفندق اللي انت حاجز فيه. طبعا هتكون مفرهد من السفر شوية، فممكن تريح وتنزل على الخفيف تزور ايا صوفيا، وبعدين تطلع تتفرج على المدينة من فوق، وكمان تزور بحيرة اسمها سيرا. البيوت فيها مبنية على جبال خضراء وسط الطبيعة وشكلها مريح نفسيا. هناك افضل وسيلة للتنقل انك تتواصل مع شركة سياحة تنفذ لك البرنامج، وهسيب لكم تفاصيل اللي نفذت معاهم في الديسكريبشن. اليوم التاني هتاخد بعضك وتروح مدينة اسمها زيجانا. احنا حرفيا وسط السحاب، والسحاب جاي في كل حتة. وتطلع للقمة هتلاقي عاملين كانتليفر ازاز تمشي من تحتيك الجبل، منظر خيالي. ما زلنا يا جماعة في مرتفعات زيجانا، وصلنا لحتة كده ازاز. بصوا شايفين حاجة؟ انا تحت ازاز. بعديها روح كهف اسمه كاراجا، وده كهف بقاله ملايين السنين، فيه تشكيلات من الجير والمطر شكلها غريب جدا، لازم تشوفوه. اكتشفوها في 1983 وبعد كده قلبوها بقى مزار سياحي. ده في نفس المنطقه بتاعت زيجان برضه. بصوا المنظر عامل ازاي. اخر حاجه اليوم ده اطلع على مكان اسمه هامسي كوي عشان حاجه واحده بس، الرز باللبن. هتاكل رز باللبن على واحد من احلى المناظر اللي هتشوفها. اليوم الثالث ده من اكتر الايام اللي هتعلم معاك ومش هتنساها، لانك هتزور فيها مدينه ازنجول الاقرب الى قلبي. مدينه مليانه خضار وجمال طبيعي يخليك تتامل في خلق الله فعلا. دي البحيرة نفسها. قضي اليوم هناك وتغدى على البحيرة وادعي لي. اليوم الرابع ده يوم الأنشطة. احنا هنعمل فيه زيب لاين. جاهزين؟ أو أنا اللي جاهز. هتروح مكان اسمه أيدر، تعمل رافتنج وسنوركلينج وسط النهر والغابات الخضراء. نعمة من نعم الحياة إنك تكون عايش في الحاضر وسط الطبيعة ومستمتع إنك مجرد موجود. مبدئيا بس في ايه؟ مش مجمع. في ايه اللي بيحصل؟ اليوم الخامس هتاخد طياره داخلي ب 600 ليره وتروح اسطنبول عشان تكمل بقيه الاربع ايام. طبعا اسطنبول مدينه في غنى عن التعريف، واحلى حاجه فيها شبكه المواصلات القويه من ترام وبص وفوق الارض وتحت الارض وكل حته وكل مكان، بتساعدك تروح لكل الاماكن بسهوله ورخص. لما تنزل خد باص ب 30 ليره وروح تقسيم، وبعدين طلع كارت المواصلات ب 10 ليره وشحنه ب 100 ليره عشان تكمل بيه. ممكن تكون الاسعار غليت عن كده في الفيديو عشان الليره سعرها نزل. رجعنا المكان الحب الاول يا جماعه، عند ايا صوفيا. ما نقدرش نسيب المكان ده، هنقعد فيه اسبوع بعد كده نرجع بيه شكل. اطلع على هوستل اسمه تشيرز في منطقه السلطان احمد واحجز بقيه المده هناك، لان موقع مميز جدا وسعره رخيص وهيسمح لك تقعد في منطقه سياحيه نظيفه وتتنقل بسهوله في المدينه لانه جنب الترام على طول. اول يوم خد جوله سياحيه في المدينه وابدا بالايا صوفيا. ايا صوفيا ده كان كنيسه وبعد كده اتقلب جامع، عشان كده في جوه ميكس ما بين الرسومات بتاعتهم. هتلاقوا في حاجات مسيحيه على حاجات اسلاميه، ده المميز فيها. نخش نتفرج عليه دلوقتي.
وروح اتمشى على الكورنيش في محطة امينونو، هتلاقيه على بعد 3 محطات بالترام. بعدها اطلع على محطة اسمها سيركيتشي عشان تجرب الكنافة والقطمير من صفا. يس هانج اون هانج اون هانج اون هانج اون دو ات دو ات دو ات السخن مع الساقع عامل كونتراست رهيب، تحسه براونيز. Yeah, you like it. Yeah. Boom. Yeah. Very good. There's Mashallah. The owner. Thank you so much. It's amazing. So delicious. Thank you so much. Got Mir and Kunafa, the two in the sofa. Can you free? No, please. I'm sorry for the car. It's amazing. لازم تيجوا صفا يا جماعه عند عمر. ثانك يو. وكمان تتغدى احلى لحمه من مكان اسمه جيفنيتش كانيالي. الاكل تقريبا هيكلفك من 100 ل 200 ليره كل يوم. المكان اسمه جيفنيتش ده هنجرب فيه، معروف ان هو المكان ده من احسن مكان بيعمل لحمه في اسطنبول، فهنجرب دلوقتي وجبه من الوجبات المشهوره عندهم جدا. It arrived. It arrived but no bread inside. Lamb meat. Yeah. It's lamb meat. Very very soft, you can see that. ده بيدوب يا جماعه على طول. This is own fat. Super soft. Beautiful. Try. Do you feel it? It's very soft. Yeah, بتدوب جدا. بتدوب على طول اول ما تحطها في بقك. Max. How much was it? It was about 50 liras. 50. About 50 liras. $6. $6. Yeah, $6 about it. حوالي 6 دولار الوجبة دي. طعمها حلو جدا. ما تنهيش اليوم كده. اطلع بعديها على جراند بازار. ده مكان مشهور بانك هتلاقي كل البراندات اللي تتخيلها. بس كوبي. ومحدش هيعرف الفرق. على قد ما اسطنبول مشهورة بمعالمها التاريخية والأثرية، بس في حاجة تانية مشهورين بيها. الشوبينج. أقدم شوبينج مول في العالم دلوقتي. هنخش دلوقتي جراند بازار. خلينا اشرح لكم ليه في تركيا فيها الاسعار بتاعه التسوق قليله. ده عشان هم عندهم ريبليكاز او عندهم كوبي نسخه من كل حاجه بيصنعوها هنا، يا اما بتكون كوبي بقى نظيفه يا اما كوبي وحشه، بس كل حاجه هنا بيعملوا منها كوبي. الجراند بازار ده عامل زي الصين كده، الصين تركيا. طيب يا جماعه مثلا شنطه زي دي لوي فيتون، الرينج بتاع السعر بتاعها هنا بيبقى من 400 ليره ل 600 ليره، ممكن من 300 كمان. انتوا متخيلين سعر اللوي فيتون كده؟ كنت عايز اجيب محفظه، اشتريت محفظه مون بلانك، دفعت فيها 150 ليره. كل حاجه هنا معتمده على السكيلز بتاعتك في انك تقلل في السعر وتفاصل. رخيص وممتع وفاصل براحتك يا باشا. اليوم السادس خد الترام وروح لمحطه كابتاش على بعد 5 محطات من محطه السلطان احمد اللي انت هتكون اصلا قاعد عندها، وهتاخد العباره جزر الاميرات. دي جزيره كانوا بينفوا الملوك عليها زمان، واصبحت مكان الناس بتروح تاجر العجل ب 20 ليره وتلف الجزيره. وعايز اقول لك ان عليها اماكن من اجمل الاماكن اللي زرتها في حياتي، وبتبعدك عن زحمه المدينه وانت في المدينه. تخيل مدينتك يبقى فيها جزيره، وكل ما تحتاج تفصل تاخد بعضك وتروح على هناك. بندور بقى على العجل. احنا وصلنا الجزيره، بندور بقى على عجل عشان ناجره ونبدا نلف الجزيره. يوكا وي فاوند ات سربرايز. يا جماعه عجل اهو. خلاص حاليا خدنا العجل وهنلف بيه حوالين دفعنا 10 ليره في العجله. هنلف بيها ساعة تقريبا حوالين الجزيرة كلها ونرجع تاني. كل شوية هقف واوريكم العجلة اهي. تعالى اهو. We're gonna start. See you on the next stop بقى. حلو المنزل ده. خدنا بريك سريع. بعد الوقعة كان لازم اكافئ نفسي فجبت ايس كريم بس طعمه حلو قوي فعلا. من اشهر الحاجات على الجزيره هي الايس كريم وطعمه هيعدي توقعاتك. اديله يا ولد. اليوم السابع اصحى بدري وخد الترام لمحطه كابتاش، وانزل اتمشى او خد باص لمنطقه بيشكتاش. المنطقه مشهوره بالشباب ومحلات الاكل، واشهرهم مكان اسمه كهفاجي زقاقي. اظن طبعا انا قلته غلط، بس هو زقاق اكل وبيعملوا فيه فطار تركي مشهور بيبقى فيه حاجتين مهمين جدا. قلنا الشاي قبل الاكل، لان هنا اتس فيمس فور اتس فيمس تو درينك تي بيفور For everything. Before we go sleep, before we go tonight, before we go out, if you broke with your girlfriend, you drink tea, bro. Every time. Slow motion. Basal, ya jamaa, al-akl. MashaAllah. MashaAllah. What is this? This is gözleme.
المينيمن والجوزلمة، دول أشهر أكلتين في تركيا بياكلوهم على الفطور. والجوزلمة قايمك the barbecue cheese there is full potatoes do you like it cheese tastes nice نبدا جماعه دي الجوزلمة دي عباره بقى عن جبنه وبطاطا نجربها ما شاء الله 9 يورو فور ايفرثينج 9 يورو لكل اللي كلناه ده ليه عشان احنا زودنا كمان حاجه بس 9 يورو هاو ماتش از ان دولارز 10 about 10 دولار تقريبا يورو ان 10 يورو وات كان يو ايت همبرجر يا شو ام لاد كم تركي افطر واشرب شايك واطلع على لقماتة عشان حاجة واحدة بس لا مش دي البقلاوة دي معمولة باللبن بقلاوة نوع جديد من البقلاوة معمول باللبن دي بيقولوا احسن حاجة في تركيا It's the best in Turkey to try Yeah, exactly الناس هنا كرمة قوي يعني مليانة لبن دي البقلاوة جواها لبن دي رهيبة بعد ما تخلص اتمشى البارك اسمها يليديز جنب المكان على طول بارك تشرح القلب بصراحة والتمشية فيها ممتعة جدا بعد البارك اطلع على أورتاكوي عشان تاخد صور الانستجرام المشهورة وتجرب أكلة الميديا أو المحار لو عندك طاقة لازم تزور ميدان تقسيم وتتمشى في شارع الاستقلال وساعتها اضرب واحد دونر تركي اللي هي الشاورما بس التركي اخر حاجه تطلع برج جالاتا عشان تشوف منظر اسطنبول من فوق قبل ما ترجع على الفصل اليوم الثامن خد راحتك الصبح روح اعمل شوبينج عشان تركيا مشهوره بالاسعار الرخيصه في الشوبينج انا مش من عشاق الشوبينج قوي ولكن في هناك كميه مولات مش طبيعيه وضخمه فلازم تلف وتعمل حساب لازم تروح تستكشف ب 150 ليره 100 واعمل حسابك بالليل تطلع على نصرت او برا ريلي الاثنين اكلهم حلو وهتصرف في حدود العشرين دولار سواء في نصرت او براك اليوم التاسع شد الرحال على بلدك يا معلم الباصات بتكون موجوده كل نص ساعه في ميدان تقسيم بتروح باقل من 30 ليره للمطار على طول اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقولولي انهي بلد محتاجين تعرفوا عنها اسعار اكتر او تروحوا فين لما تزوروها وانا في الخدمة اشوفكم في الفيديو اللي جاي سلام